رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبية. في بداية الاجتماع رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. كما هنأ المجلس أبناء البحرين بهذه المناسبة الوطنية مشيدا بما حققته المملكة من إنجازات على كافة الأصعدة والمجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ثم استذكر المجلس بمناسبة يوم الشهيد ما قدمه شهداء الواجب المخلصين من أجل وطنهم وأمتهم، سائلا الله عز وجل أن يرحم شهداء الوطن الأبرار وأن يحفظ مملكة البحرين ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. بعد ذلك أكد المجلس تطلعه للخطاب السامي الذي سيتفضل بتوجيهه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لدى رعاية جلالته افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وما سيتضمنه من توجيهات تمثل منطلقا لمسارات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة، لافتا إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز مسارات التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والبناء على ما تحقق من أجل صالح الوطن والمواطن. بعدها أشاد المجلس بمضامين الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله في أعمال الدورة 43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في الرياض مؤخرا. كما نوه المجلس بنتائج قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في توفير كافة عوامل نجاح القمم الثلاث. واطلع المجلس على تقرير من سعادة وزير الخارجية بهذا الشأن. وبمناسبة يوم الشرطة البحرينية فقد وجه المجلس تحية شكر وتقدير لمنتسبي وزارة الداخلية على ما يطلعون به من أدوار كبيرة في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته وإنجازاته. ثم أشاد المجلس ببطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وما شهدته من تنظيم مميز يعكس قدرات أبناء المملكة في هذا الجانب، منوها بالجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين. بعد ذلك نوه المجلس بنتائج المؤتمر والمعرض العربي الأول للأمن السيبراني الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وأناب سموه لافتتاحه سمو الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، مؤكدا على أهميته وما يعكسه من حرص مملكة البحرين على دعم جهود مواجهة التحديات والتطورات السبرانية. بعد ذلك قرر المجلس ما يلي: أولا، الموافقة على المذكرات التالية: مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اتفاقية بين مملكة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن المكتب الفني للاتصالات بالمملكة. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن اتفاق التعاون الدولي بين جامعة البحرين والمنظمة الدولية للاتحادات النووية حول التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية. مذكرة سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب حول عدد من المشروعات بقوانين. بعدها استعرض المجلس المذكرة المشتركة لسعادة وزير الأشغال وسعادة وزير شؤون البلديات والزراعة حول الاستعدادات لموسم الأمطار.
كما استعرض المجلس مذكرة سعادة وزيرة السياحة حول الفعاليات والاحتفالات التي سيتم تنظيمها بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه مقاليد الحكم. ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في منتدى حوار أبو ظبي للفضاء والمشاركة في أعمال الاجتماع الإقليمي 17 لمنظمة العمل الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، والمشاركة في منتدى حوارات البحر المتوسط نحو نموذج أوسع لأمن الطاقة، والاجتماع 34 لتحالف أوبك بلس، والاجتماع مع شركة لامبرت لاستشارات الطاقة، والقمة 10 لرؤساء دول وحكومات منظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهندي، وزيارة سعادة وزير الأشغال إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، ونتائج المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي 6 للإعاقة والتأهيل، وتسليم الجوائز للفائزين بجائزة سلمان لأبحاث الإعاقة في دورتها 3.